غير وجبه في صباح النور والسرور. كيف بقيتي ولاباس؟ كيف قال الميمات؟ نتمنى الله يكون كلشي على خير وصحه جيده. هاد النهار باش نديرو الكوزه في القناه الكبيره باش نبدا ندير لكم الجديد. هذه الكوزه كيف ما شايفينها هنا بطريقه هكذا دايره ديال المنديل، فوالا. والطريقه الجديده اللي درت لها انا رديتها سلتها باش تصلح، تجي في القميص، تجي في الجلابه، تجي في مضمه، تجي في القميص واقف، ايه كيف ما قلت لكم. ودرت لها مع الجناب، فوالا سليتها ترى الدروس كاينين. وانا باش ننزل لكم الدرس، نتمنى الله تعجبكم يعني الزوقه الجديده والاقتراح الجديد على الكوزه، حيت عندها واحد الناس يحبوها بزاف. وتنتمنى الله تدعموا القناه وديروا لايك وتفرقوا الفيديوهات باش تعمل فائده على الجميع. وندوزوا نشوفوا الدرس ديال اليوم، رائع الكوزه سهله. باش نبداو بسم الله يعني هي تبعوا، راها سهله، ديروها فاش ما حبيتيها. تنطلعو بهداك الجيلات هكذا باش نديرو عاود طفيلة. أنا دابا باش نحسبو شحال درنا من رجل، ولا درنا ستة بهادي باش نديرو هادي باش تتعطينا الكوزة. تنطلعو بطفيلة هكذا وتنميلو، تنطلعو الجن تنولو عاد نديرو الدفيرة. واحد جوج ثلاثة ربعة خمسة، دابا تنرجعو
اختي دابا بدات تعطي الفورمات ديال الكوزه، تنقولوا لها الكوزه. باش نديرو بحال هداك الصحن،
فوالا دابا باش نعمروها، حبينا نعمروها بلونها، نعمروها حبينا نعمرو بلون تاني نعمرو. انا درت لكم هاد اللون باش يبان لا ديفيرونس الفرق. هاد التعمار هذا تنقولوا له التعمار بالطفيره، حيت كاين تعمار واحد اخر، كاين جوج طرق التعمار. هذا اسهل واحد طريقه، يعني في التعمار هذه الطريقه السهله، الطريقه الثانيه نوبه واحده اخرى بحول الله. صافي دابا تنرجعو، فوالا شفتي هي هذه الكوزه اللي درنا، درناها عمرناها صوبناها بكل شيء. دائما الفينيسيون دائما تنقولوها ونعاودو، فوالا هي هذه. تنتمنى الله يكون الدرس ديال اليوم فادكم، واللي عجبو الفيديو يدير لايك وبارطاجي الفيديو. ساعتكم مبروكه، نهاركم مبروك، اللي عندها ما ينصحك تتهلا فيها، واللي ما عندهاش الله يرحمها. ارحم ميمتي ام سيدنا محمد.